باريلا أساتذة الباستا، الخيار الأول في إيطاليا. حياك الله من جديد مشاهدينا. خلينا نبدا هلا بالمكونات ونشوف. بني بني اليوم صراحه اجوانا ايطاليه. ها صح، دائما يمكن الباستا وخاصه عم نحكي هلا انا وهدى هي من الوصفات اللي كل العائله بتحبها، بس يمكن ما في ولد صغير بيقول لك على الباستا لا. صح، وبحس كمان خاصة اليوم نحن عم نعمل بني عربياتا. بني عربياتا حنضيف عليها الدجاج المشروم وبعض الطعمات. الحلو بالبني أو يمكن اللي بحبوه الأطفال بالبني إنه سهل أكله. أيوة صح. يعني دائما لما بنحكي عن السباجيتي أو هي الوصفات الفيتوتشيني وهيك يمكن شوي أحيانا بتلاقيهم إنه بيشيلوا هم بيطولوا لياكلوا أو بيوسخوا كتير. صح. فالبني للوصفات هلأ اللي عم نعملها مع خضار وهيك كتير طيبة. دائما طبعا بنبدا بالحديث عن سلق الباستا، وسلق الباستا وتفاصيل سلق الباستا كثير مهم واساسي، قد ايه مده السلق وشو المي اللي بنستعملها. دائما ومنعيد عليها انه بنستعمل مي مغليه وبنضيف عليها بس شوي من الملح. مثل كل باستا مستعملة بيكون مكتوب مدة السلق على العلبة، هذا الشيء لازم دائما نلتزم فيه. فعادة مثل ما هو مكتوب انه بتحتاج اليوم البني 11 دقيقة، حنسلقها نحن لمدة 10 دقائق حتى تكمل طبخ مع الصلصة. فهلا حبلش انا اول شيء بسلق البني، وطبعا عم بستعمل هون بني باريلا. تقريبا لنعمل كمية لأربع أشخاص أو خمس أشخاص نحتاج علبة كاملة من باريلا. اما بالنسبه للصلصه وهلا سجلي معي لانه هاي الوصفه حتعمليها لابنك اكيد، وانا حتاكل من وصفاتك كلها. لا وبتحكيني هدى مثلا بتاكد انه قلتي لي شو هذا اللي نسيته سجلي. اوكي هلا بنبدا اول شيء بزيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون مثل ما بنعرف خاصه بالمطبخ الشرق الاوسطي او الايطالي تحديدا دائما بيعطي طعم ونكهه للصوص اللي عم نعمله. وبنبدا بتقلايه البصل الابيض. طبعا لما نحكي عن مرحله التقلايه او بنقول احنا بدنا نحمس الاكل، هي الفكره هون انه احنا بدنا ناخذ كمان طعم من هالصلصه اللي عم نعملها. فلما بدنا نحكي شوي عن بالوقت اللي عم يتقلى فيه البصل، بدنا نحكي طبعا عن البصل، حنضيف عليه الثوم وحنضيف عليه عشبه الروزماري. عم نستعمل اليوم المشروم المقطع لما بنسميه مقطع اربع اجزاء، يعني مقطع بالعرض، وعم نستعمل كمان صدور الدجاج المقطعه مكعبات. هنحكي شوي عن صلصة الأرابياتا. ومثل ما قلنا بالبداية صلصة الأرابياتا معروفة أو اسمها كأنه عربي، يعني لأنه بنستعمل فيها الحر، فهي عبارة عن خلطة بين الطماطم الفريش والحر شوي، فيها نكهة حر خفيفة. الحلو هون كمان بهي الفكرة السريعة الجارز تبع صلصات باريلا إنه المكونات كلها إيطالية كلها فريش، يعني مأخوذة بالوقت اللي بينزرع فيه الطماطم بتكون كتير فريش، وكمان خالية من الجلوتين. فالناس اللي بدها تستغني عن الجلوتين كمان ممكن يستعملوا الصلصة مع خلطات تانية. هلأ هون بس بلش البصل شوي يتحمر، حنضيف عليه توم. ويمكن من يومين كان عندي، كنت قاعدة عم بطبخ بالبيت، فما قعدتنا بالبيت والكورنتين واللوك داون، قلت لها لانا قلت لها لبنتي تعي ساعديني شوي، ولا مرة يمكن طلبت هذا الطلب. واكيد لبت طلبك. فقالت لي طيب يعني ماما شو عملت؟ لها ممكن تقشري التوم، انا بس هيك بدي حركش فيها. فمسكت هي التوم هيك طلعت بالتوم، بدنا نلفت علي قالت لي كيف بقشر التوم؟ فيمكن بدي اعطيكم هيك فكره سريعه اللي هي انه كيف نقشر التوم بدون ما كثير نوسخ ايدنا، انه احنا دائما بناخذ التوم كامل وبنستعمل هذا الجزء العريض من السكين وبنضغط عليها بهالشكل، هذا بتصير على طول بتنشال عنا القشره وبنحطها على طول على التوم. اوكي هلا هون عم بستعمل حبه من التوم، وبعدين حضيف على طول دبل شوي البصل. التوم هلا حبلش يعطي طعمه، في ناس بتحب تهرس التوم مع الوصفه وفي ناس بتحبها يمكن تصير طعمتها اكثر قويه. بس انا بالمطبخ الايطالي بحب خليها هيك كامله لانه بتعطي نكهه للصلصه بس بدون ما يكون انه متوم على الاخر. أيوة يعني بزياده. وعندنا كمان الروزماري او اللي هو اكليل الجبل. خلينا نحكي كيف نقدر نستعمل اكليل الجبل، يا بناخده كامل بنحطه مثلا مع الصلصات او للسلق او الستو، او اذا نحن بدنا نستعمله كفرم ليعطي طعم دائما بناخذ الورقه من فوق بنمسكها من فوق وبنسحب لتحت لحتى ناخذ الوراق الموجوده منها بهالشكل هذا. فبيطلع عنا هون الوراق بدون الجزر. بعدين حنقصهم قطع يعني او مفروم ناعم. طبعا اكليل الجبل من البهارات او من الاعشاب عفوا اللي نكهتها بتكون شوي طاغيه، فما بدنا نكتر كثير منها، بس حنضيفها على طول هلا على البصل وعلى الثوم. صار فينا هلا نحط عليهم الدجاج. استعملت اليوم صدور الدجاج مقصصه مكعبات. خلينا نقول فينا نستعمل تقريبا 300 جرام او نص كيلو من الدجاج على الوصفه.
وأول ما منحط الدجاج يعني بدنا نتبلها بالملح والفلفل الأسود. سريعة طبعاً الوصفة. بما أنه نحن إيطاليين يعني لازم يكون الفلفل الأسود مفروم فريش بيعطي نكهة أطيب. والملح. ومنحط عليها رشة الملح. وهلأ منقلبهم مع بعض. شوفي قديه سهلة وسريعة وعلى طول هلأ هون بلشت تحس بريحة الروزماري، ريحة البصل، زيت الزيتون ما بيخليها دسمة وتقيلة، خاصة إنه إحنا عم نستعمل عادة الزبدة بنستعملها للصلصات البيضة، يعني لما يكون عندنا كريمة أو لما يكون عندنا صلصة بشاميل بتكون مناسبة، أما بما إنه صلصتنا حمراء فراح أستعمل أكيد زيت الزيتون. هلأ حخلي بس شوي الدجاج يتحمر، بعدين حضيف عليه المشروم. عندي هون المشروم اي نوع فطر انتو بتحبوه، ابيض بني، اهم شيء يكون فريش. انا دائما بنصح بالفريش، ما يعني بفضله دائما بهيك وصفات بيعطي طعم هيك فريش اكثر. بس نتاكد انه انخلطت كل المكونات مع بعض. بعدين بس شوي تتحمر ويستوي معنا الدجاج حنضيف عليهم الصلصه. وطبعا مثل ما قلنا، بس خليني لانه ايدي مبلوله، اعطيني افتح لك اياها. اوكي هذا الصوت الفريش. طيب فاحنا دائما بنضيف الصلصه على الدجاج وعلى المشروم بعد ما تكون استوى الدجاج بشكل كامل. فحضيف الصلصه على الخلطه اللي موجوده عندنا وحنتركها على النار لمده 10 دقائق تتسبك على مهله. ودائما هاي الصلصات كثير طيبه انها تنترك هيك تنطبخ شوي، بتاخذ من نكهات المكونات الموجوده. وحارجع زيد شغله مهمه كثير لتحضير الباستا بشكل كامل، انه دائما مرقه السلق او ميه السلق اللي عم نسلق فيها الباستا بتضيف طعم كثير طيب وبتكتر الصوص اللي موجود، فما بتطلع معنا الباستا ناشفه. فدائما اذا حبينا نحن بعدين بمرحله ثانيه بناخذ على طول من ميه السلق. شوفي اصلا شوية. بصير شوي لونها هيك ضبابي، بتكون اخذت من نكهات الباستا الموجوده، بقدر نضيف دائما على الصلصه. فهلا بس خليني اتاكد انه شوفي هون بلش الدجاج يتحمر مع المشروم، بدي اترككم كمان دقيقتين بعدين رح ارجع اضيف الصلصه وبرجع لكم بعد شوي. هي من الوصفات اللي لازم كمان تكون فريش وتاكليها سخنه. بعد ما بنضيف احنا الصلصه وبتتسبك حنضيف عليها الباستا اللي انسلقت البني، واكيد بنقدمها مع رشه زيت زيتون ورشه جبنه بارميزان. يعني اكيد اكيد الوصفه مشهيه صراحه. صراحه يعني بتخدمنا احنا الامهات خاصه في هالوقت يعني اللي نبغى بسرعه. شوفي ما اخذت معنا وقت، يعني يمكن عاده تحضير الصلصه ممكن ياخذ وقت اكثر، بس بهالطريقه هي ضفنا بروتين من الدجاج، ضفنا الخضره اللي موجوده والطعم، وعندنا الكربوهيدرات اللي بدنا اياها من البني، واكيد النكهه والطعم من الصلصه. صحيح. اذكركم بتفاصيل وصفتنا لليوم، واكيد رح ذوقكم اياها اليوم هاني وهدى، هي وفريش وسخنه. بدينا بتحضير الصلصه، استعملنا اليوم زيت الزيتون، قلينا فيه البصل، ضفت عليه الثوم. بهذا الوقت لما يتقلب فيه البصل والثوم تاكدت اني سلقت الباستا بالطريقه الصح. دائما لما بستعمل لما بسلق البني او اي نوع باستا بنستعمل المي المغلي، بنضيف عليه بس الملح، ما بنحتاج نضيف زيت على ميه السلق. طبعا عندنا البني اليوم اللي استعملته مكتوب على علبة باريلا نسلقها لمدة 11 دقيقة، أنا سلقتها لمدة 10 دقائق حتى تكمل طبخة بقلب الصوص. فبعد ما تقلى البصل والثوم ضفت عليهم الدجاج، تركتهم يتحمروا مع بعض، ضفت عليهم الروزماري المفروم، ممكن نستعمل أوريغانو كبديل أو أي نوع من أنواع الأعشاب المجففة، حطينا عليهم الملح والفلفل الأسود، بعدين ضفت عليهم كمان الفطر. هلا هاي الخلطة اللي هي البصل مع الدجاج والفطر لازم تتحمر بشكل كامل، بعدين بنضيف عليهم صلصة الأرابيك. واستعملت اليوم أنا كمان عربياتا باريلا، ضفتها على الخلطة لحتى تسبكت تقريبا لمدة 10 دقائق، بس تنسلق لمدة 10 دقائق هيك بتصير الصلصة كلها الدجاج بيمتص الطعمة. منضيف على طول عليها الباستا، بس نضيف الباستا على الصلصة على طول بتشوفوا هيك المعكرونة امتصت الطعمات وانخلطت مع بعضها. ونجاح الباستا بطريقة صح انه ما نشوف في كتير صوص بالصحن او ما نشوف عليها زيت. هلأ الحلو حبلش حط لكم منها هدى وهاني. تمام. الحلو انه نحن هاي الوصفة لحتى نعمل هذا البالانس او الموازنة بالطعم على طول اول ما بنغرف شوي منها في لها بس هيك تفاصيل بسيطه لنفوت بالمود الايطالي. بنحط عليها شويه بارميزان، جبنه بارميزان، وبعدين بنحط عليها رشه زيت زيتون صغيره بس هيك بتعطي نكهه للوصفه. حلو. تفضلي هدى. لك الف عافيه. هذا وحط لك هاني اكيد كمان. نعم.
طيب ممكن حرة هي عشان أجي أخذها. خلاص أوكي، بس إذا بتريد هاني لو سمحت ما تلف من هون من قدام، يعني خلي هاني ملتزم ما شاء الله. لا لازم والله، الإنسان شوي يعني يخاف على نفسه يخاف على آخرين. صح، وهذا جزء من تشجيعنا على الطبخ من البيت كمان. يمكن عم نجرب بهالفترة نعطي كتير حلول ووصفات. نعم. ممكن أي شخص من متابعينا اللي ما كتير بيطبخوا يقدر يعمل هاي الوصفة. شوية زيت زيتون. يلا هاني